السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سوبر بركات. النهاردة هنتكلم على دعم القنوات. أنا بطالب من كل واحد بيتفرج على الفيديو بتاعي، أي حد عايزني أعمل له اشتراك على القناة بتاعته يسيب لي في التعليق تحت إن أنا أعمله على الاشتراك وأنا أعمل له اشتراك. ودي أول حاجة هقولها قبل ما نتفرج على الفيديو مع بعض، فيلا بقى نتفرج على الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بس هنقولها بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا رسول الله طبعا ده فوق الرأي. أهلا بكم في قناة صهيب بركات، ما تنسوش التعليقات واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. النهارده هنتكلم على حمو بيكا وحسن شاكوش وهنادي مهند وعمرو كمال. بعد ما شفنا من الفيديو وشفنا ايه اللي حصل، طرد حسن شاكوش من الفرح هو وحمو بيكا وعمرو كمال، التلاته اللي هم المغنيين الشعبيين مع بعض، هنشوف بقى رد هنادي مهند. الاول نشوف هنادي مهند بتقول الاول ايه. عايز اوضح ان انا اللي مكلم عمر كمال وانا اللي عازماهم، وكلمت حسن شاكوش وحمو بيكا وما ردوش، وعمر كمال قال لي ان انا هاجمهم از سيربرايز. طيب ده كان رد هنادي مهند، وتقول ان هم مغنيين كويسين وشعبيين ومعروفين انهم شعبيين. طبعا مع الاحترام الكامل هم ليهم كل حاجه كويسه، بس انت ابوكي موسيقار، موسيقار يعني بيفهم يعني ايه فن وبيقدر يعني ايه فن. دول لهم جمهور وهياخدوا الفتره بتاعتهم وخلاص، هيعدوا عليه الفتره بتاعتهم، هتعدي زي نجوم كتير خدوا الفتره بتاعتهم واختفوا من الساحه. وده كان كلام الموسيقار الكبير حلمي بكر. حلمي بكر زمان كان في ستار ميكر لما كان بيبقى فيه ناس بتغني شعبي وحجازي بيتقال، وقال له انت هتاخد الفتره بتاعتك وهتعدي. ده كان رايي موسيقار، ابوكي موسيقار فده ليه رايه. بس احنا هنشوف مع بعض القضيه مثلا هنتكلم عليها ونشرحها، وبعد كده نتكلم في الموسيقى وفي الفهم الصحيح للموسيقى، او ده صح او ده غلط، دي بتاعت كل واحد بيحب ايه او كل واحد بيحب يتفرج على ايه. انا مش دعوه مش هتكلم عن ان هم اطردوا ولا ما اطردوش، بس هنوصف للناس المشكله الاول، بعد كده هتكلم وجهه نظري عن الاشخاص دول. تعالوا نشوف مع بعض ايه وجه ايه رد فعل حمو بيكا. هو الاستاذ هاني محمد انت ابونا الكبير وليك الاحترام برضه وليك التقدير، ومتشكرين منك على الكلام اللي انت قلته عليا، انا مش زعلان. طيب بعد ما شفنا حمو بيكا يقول ان احنا كنا واجعين على الفرح وجايين وبتاع، بس انتوا كنتوا جايين دعوه فرح تحضروا فرح مش تغنوا في الفرح. ليه؟ نشوف مع بعض ابو هنادي مهند بيقول ايه. كويس. معمول 23 كشف موجودين على بوابة الفرح. طيب زي ما انتوا شفتوا في الفيديو دلوقتي، ابو هنادي مهند بيقول ان انا كنت داعي 15 او 25 مغني هم اللي هيجوا ممكن يغنوا بالفرح، مش هوصل انا بقى اجيب حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمرو كمال، هم واخدين ترند وواصلين وكل حاجه وبتاع، بس ده راجل موسيقار لازم فرحه يبقى فيه احسن الناس واحسن الناس تغني فيه. هنشوف مع بعض حسن شاكوش بقى كان بيقول ايه. ابعت لنا دعوه وهنادي طبعا ما اتواصلتش معايا انا شخصيا كحسن، اتواصلت مع عمر كمال، فاحنا لما قبلنا الدعوه قبلناها من هنادي بنت حضرتك واحنا عندنا. وده رد حسن شاكوش، احنا واجعين على الفرح وكان عايز رقمي وعايزه تعزمني وكل حاجه، ماشي هي قالت ده هي بتحبك كل حاجه، بس في مشكله مع الاجيال مع الموسيقى مع فن يعني ايه فن، او الناس فاهمه يعني ايه فن، انتوا مش فاهمين يعني ايه فن. ما تزعلش مني يعني، مش عشان عملت اغنيه واتشهرت خلاص الدنيا بقت حلوه معاك وفاهم يعني ايه فن، لسه واحده واحده لسه ما وصلتش للمرحله دي. هنشوف بقى مع بعض رد عمرو كمال هيقول ايه. احنا فنانين شغالين وناس كويسين جدا و طيب عمرو كمال هو اللي كان مدعو على الفرح، وطبعا هي كانت عايزه حمو بيكا وحسن شاكوش وهو جابهم وجه. طبعا لما جم الفرح قلبوا الفرح لشعبي، مين بقى اللي اتضايق؟ ابوه هنادي مهند. ما طبيعي هو موسيقار، فطبيعي الموسيقار لما يلاقي الفن بتاعه ضاع في لحظه ما هو لازم يتضايق ولازم يزعل ولازم يحس ان في حاجه بتحصل في الموسيقى. هو رايه صح ومش رايه مش غلط ولا كل حاجه، هي دي بقى المشكله الحقيقيه اللي احنا بنتكلم عليها، المشكله في الموسيقى. احنا دلوقتي اتقلبنا الناس كلها بقت قلبها شعبي، ويعني هقول لكم على حاجه، انا زمان لما كنت عامل فيديو كنت بتريق على العب يالا وحشيش يالا وبانجو يالا، وهسيب لكم الفيديو ده في الديسكريبشن واحط لكم في البطاقه. انا كنت بعمل الفيديو ده فعلا، انا مش عاجبني الاغاني الشعبي، انا واحد بحب اسمع اغاني نضيفه، اغاني شاكر ولا ام كلثوم ولا عبد الحليم
ولا اي حد بيغني غنى يخش جوه وداني كده وينظفها. الاغاني الشعبيه احنا بنسمعها بتعمل برجله في الدماغ. الموسيقى والدب دب دب ايه في ايه، الموسيقى والحاجات دي بتبوظ الاعصاب بتاع الدماغ. انا ما اعرفش ازاي الناس حباها ولا بتسمعها، تسمعها في فرح او حاجه زي ما في حد قال الكلام ده، قالك الحاجات دي هنسمعها في فرح وتعدي وخلاص، لكن ما بنسمعهاش كتير. وده فعلا انا الاغاني ما بسمعهاش في بيتي، الاغاني دي ما بحبش اسمعها. لو تسمع الاغنيه بالصدفه لكن مش هتشغلها مخصوص ولا لا. زمان الواحد لما كان بيبقى عايز يسمع اغنيه كان بيروح يشتري شريط. فاكرين يا جدعان، فاكرين الجيل بتاعنا احنا كنا بنروح نشتري شريط ونحط شريط في الكاسيت ويبقى فرحانين قوي وبنسمع كده وقاعدين روقان، اغاني روقان مش الاغاني اللي بتحصل دلوقتي. دي مشكله من المشاكل الكبيره قوي اللي انا بعاني منها لحد دلوقتي مع الاجيال اللي موجوده، او الجيل اللي هو ممكن يكون ناس زي كده في جيلي او في سني بيسمعوا الاغاني دي فرحانين بيها قوي. طب هل الاغاني دي انت بتاخد منها فايده ولا بتستفيد ايه ولا هتستفيد ايه؟ هي دي المشكله الكبيره جدا اللي انا بتكلم فيها. انا مشكله عندي كبيره قوي في الاغاني الشعبي، انا ما بحبش الاغاني الشعبي. في ناس كتير انا عارف انها هتتضايق من الكلام ده وهتتضايق ان انا بهاجمهم الهجوم الغريب ده، لا بس انا مع الموسيقى. انا راجل بتاع فن، ويعني ايه تمثيل وفاهم ايه تمثيل، راجل بمثل وبتفرج على تمثيليات وبتفرج على افلام. جمهور الصح هو اللي بيسمع الحاجه الصح. جمهور ام كلثوم عمره ما هيسمع حسن شاكوش. فدي النقطة. احنا لما اتعلمنا وسمعنا اغاني ام كلثوم، لما سمعت انا اغاني ام كلثوم وبعد كده سمعت عبد الحليم، بعد كده سمعت هاني شاكر، طلعت على هاني شاكر وحماده هلال ومصطفى قمر ونجوم الجمال دول، ما طلعتش على حمو بيكا ولا حسن شاكوش. هنتكلم على الشعبي، اقول لك انا ممكن كنت بسمع من شعبي طارق الشيخ. طارق الشيخ ليه شغلات كتيره قوي شعبي وحلوه، بس شعبي شعبي. هو المفهوم الشعبي عندنا، مش هقول لك المفهوم الشعبي عند الناس، المفهوم الشعبي عندنا ان الاغنيه تتكلم عن حاجه في عن الشعب. تعال نتكلم على دايمه لمين محمد امين، تعال نتكلم على دي احداث طارق الشيخ، اهي اغاني شعبي وزي الفل وسمعت ولحد دلوقتي في ناس بتسمعها. بس ايه بقى، ايه بقى الشاكوش وبيكا ايه بجد يعني، انتوا بتسمعوا ايه؟ طب انتوا بتفهموا ايه؟ بتفهموا الكلام اللي بيقولوا؟ ما اعرفش انت بسكوتايه وملفوفه في العبايه وانت معلمه ايه؟ مش فاهم. فهموني انتوا، انتوا بتتفرجوا عليهم كده بتفهموا بتستفيدوا ايه؟ ايه الفايده لما تسمع اغنيه شعبيه بيقول لك مش عارف مش متذكر، عشان انا ما بفهمش اغاني شعبي بس بشوفها كده لقطه في فرح في مش مجمع. التركيز يا جماعه ازاي اغاني الشعبي؟ ازاي انا احفظ اغنيه شعبيه اساسا؟ ما هو ده النقطه اللي بنتكلم عليها بقى، ان الاغاني الشعبي بتاخد الفتره بتاعتها وتمشي. في ناس هي بيحبوا الاغاني الشعبي ومكرسين الاغاني الشعبي وبيحفظوا الاغنيه الشعبي يقولوها تيبيكال، انت بتحفظها ليه بقى؟ في اغاني غريبه، في اغاني انا بتفرج عليها بشمئز، بتضايق من جوايا، بتضايق من الالفاظ اللي بتتقال في الاغاني ومن الحاجات. انت بتحفز الناس على ايه؟ أنا مش فاهم، بتورينا إيه؟ اللي بيعمل لي أغنية جوه السجن ويقول لي حصل له إيه جوه السجن، بتوريني بتعمل لي إيه؟ طارق الشيخ لما غنى أغنية شعبية في الجيل ده، قال لك سيجارة جابت سيجارة وجوان جاب جوان، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية، فهمتوا؟ لأ. يعني لما حب يغني أغنية شعبي حب يحذر الناس، مش حب يرقص الناس. لا، غنى اغنيه بيفهم الناس فيها حاجه، ان اخره السيجاره خلاص النهايه بتاعتها، مستشفى، ادمان، زي ما احنا شايفين. لكن دلوقتي بقى حمو بيكا ده ولا حسن شاكوش ولا الاغاني بتاعتهم، بصراحه اغاني غريبه. حسن شاكوش ولا حمو بيكا وعمرو كمال ولا ناس كتيره قوي الاغاني بتاعتهم غريبه. تعالوا بصوا على اوكا اورتيجا، فين هم اوكا اورتيجا من الساحه؟ مش ظاهرين. ما خدوا الطرفه بتاعتهم ولا خدوا الفتره بتاعتهم وعدت واختفوا، خلاص هم خدوا الفتره بتاعتهم. اوكا اورتيجا وشحته كاريكا والناس خلاص خدوا الفتره بتاعتهم واختفوا. حد سمع عنهم دلوقتي غير المتابعينهم؟ لا. انا واحد من الناس، انا ما اعرفش اخر اغنيه كان مغنيين ايه، هم بيغنوا اساسا؟ انا اهو واحد اهو من الناس دلوقتي متابع السوشيال ميديا، هم بيغنوا؟ ما اعرفش.
ما تابعهمش، مش الناس دي اللي هتابعها لحد دلوقتي. في ناس بتتابعها عشان تنظف تفكيرك، تنظف دماغك، تتفرج على حاجه هادفه تفرح بيها. وده بقى الموضوع اللي انا كنت بتكلم عليه وكنت بقول لكم عليه. حاولوا ترجعوا للفن الصحيح. يا حسن يا شاكوش، الناس فرحت منك كتير قوي وفرحت بيك لما انت غنيت اغاني كويسه. سيب بقى اللي انت فيه ده، خلاص انت خدت الشهره بتاعتك. اعمل زي محمد رمضان. محمد رمضان طلع بالماني والافلام اللي هو عملها وعبد موته واسد والكلام ده، ملك الاسد الافلام بتاعته دي، وبعد كده غير بقى كنز حديد. غير عشان الناس تبدا. لو انت عايز توصل ابعد عن اللي انت بتعمله، خليك ماشي في الاتجاه الصح. على فكره حسن شاكوش من بلد دكرور، حسن شاكوش من بلد دكرور، وانا من بلد دكرور، وانا مش عاجبني حسن شاكوش. مش هو ده القامه اللي انا هاخدها. انا هاخد قامه يوسف الشريف، عمرو واكد، دول ممثلين انا هاخدهم قامه. هاني شاكر احب اسمع له، تامر حسني، عمرو دياب، محمد منير احب اسمع له. لكن مين حسن شاكوش ولا حمو بيكا ولا عمرو كمان؟ دي رساله موجهه للناس. ارجعوا تاني للفن الصحيح وارجعوا للغنى الصحيح. وفي نهايه حلقتنا بقول لكم شكرا، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والدعم اللي انا بقوله للناس. اي حد هيسيب لي في الاكونت ان انا هعمله دعم، اعمله دعم. وزي ما هوريكم الصفحه اللي انا عملت لها دعم من النهارده، ده واحد من الناس قال لي اشترك عندي في القناه. اشتركت عنده في القناه بالفعل، وهوريكم ان انا مشترك. انا اشتركت في القناه، وده الدعم اللي انا بطلبه من الناس، ده انا ادعمكم باذن الله في الفتره اللي جايه. واي حد عايز فعلا يتعمل له اشتراك يقول لي في التعليق انا اعمل له اشتراك على طول. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.